لك ايه؟ تمام؟ انت شايف ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم؟ ايوه. ايوه؟ انت متأكد من الكلام بتقوله دوت؟ ايوه. ايوه ايه؟ الطفل المصري؟ اذكى طفل في العالم؟ اذكى طفل في العالم؟ لا. وضح اجابتك وخليها محددة. ليه بيقولوا ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم؟ عشان هو طفل. ايوه. عشان هو طفل صغير. جبت التايه انت؟ ده انت علي العبقري ده. الطفل المصري تمام طفل صغير ما بيكبرش بيكبر لما بيكبر بيبقى ايه بيبقى شاب لما بيبقى شاب بيكبر بيبقى ايه بقى بيخش الجامعه وبعد ما يخش الجامعه بيخش الجيش وبعد ما يخش الجيش بعد كده بقى بيتجوز وبعد ما يتجوز بيخلف ويجيب طفل صغير تاني سقيل صح لا بيجيب طفل صغير بقى وبيكبر طفل يعني طفل مصري مش طفل ذكي لا ذكي طب اسالك سؤال بقى لو انت دخلت اللجنه ولقيت بابا هو اللي بيراقب عليك هيسيبك تغش لا ما ينفعش اغش ليه عشان غش حرام برافو عليك غش ايه حرام تحب تقول بقى ايه مستقبلك شايف مستقبلك ازاي يعني انت لما تكبر عايز تبقى ايه عاوز ابقى ظابط ظابط ليه بقى؟ ايه؟ ليه؟ عشان امسك البلد تمسك الحرامية قصدي عشان ابقى واقف كده واقف بحرس الجامعة واقف بحرس الكليات واقف بحرس وبفتش فتش مين بقى؟ بفتش الناس اللي داخلة واللي طالعة عايز تخش تخش تفتش الناس الشنط اللي داخلة ابو وسط ايه؟ ابو وسط